وأنا أتحدث إليك من هنا من ساحات الحرم المكي الشريف في هذه الأجواء المغبرة نوعا ما والتي تشهدها العاصمة المقدسة منذ عصر هذا اليوم. لله الحمد والمنة جميع الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هي على قدم وساق وعلى وتيرة واحدة منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن، هي تسير بانتظام وبمرات متعددة وبطواقم عاملة كبيرة جدا من خلال الآليات وأيضا من خلال كل من يعمل ضمن إدارة النظافة والتطهير والسجاد. الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أطلق عدد من المبادرات النوعية، ثلاثة مبادرات هي تعنى بالإجراءات الاحترازية. هذه المبادرات هي تتعلق بالتعقيم والتطهير وأيضا تتعلق بالاحترازات والتعزيز وأيضا تتعلق بالتدابير الوقائية. هذه المبادرات فعلت بشكل كبير جدا هنا في الحرم المكي الشريف. أيضا معهد الحرم المكي محمد والمتابع الكريم وهو الذي يتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فعل منصة التعليم عن بعد كما تعلم اليوم، وهو تماشيا مع وزارة التعليم وأيضا الكثير من الجهات بدأت تفعل منصات التعامل عن بعد، التعليم عن بعد، وأيضا إنجاز العديد من الأمور الشخصية التي تتعلق ببعض الجهات الحكومية عن بعد. لله الحمد والمنة جميع الأمور وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية هنا في الحرم المكي الشريف هي مطمئنة للغاية. يتم السماح للمصلين بالطواف حول الكعبة المشرفة من خلال تفويجهم القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أمن الحج والعمرة، كلاهما يعملان على إدخال والسماح للمصلين بالطواف حول الكعبة المشرفة والأدوار المحيطة به. لله الحمد والمنة كل من يصل إلى هذه البقعة الطاهرة هم يرفعون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولا سموي ولي العهد وإلى كافة الجهات العاملة التي تضمن بعد مشيئة الله عز وجل سلامة هؤلاء المعتمرين وسلامة كل من يصل إلى الحرمين الشريفين. أيمن، غدا سيشهد المسجد الحرام وعموم المملكة صلاة الجمعة، وبالطبع أن هناك ستكون كثافة في المصلين. هل شهدت اليوم أو لمست مزيد من الاهتمام والنظافة والتعقيم لاستقبال حشود المصلين؟ نعم، غدا هي ثاني جمعة هنا في الحرم المكي الشريف محمد. كما تعلم الإجراءات الاحترازية ربما تزيد من فجر هذا اليوم لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين واستقبال أعداد كبيرة من الطائفين هنا في الحرم المكي الشريف. التوسعة السعودية الثالثة هي ربما تعتبر الأكبر من حيث استقبال المصلين واستقبال كل من يصل إلى هذا المسجد المبارك. أيضا الساحات الشرقية والساحات الغربية والجنوبية أيضا هي سوف تخصص لاستقبال المصلين غدا بمشيئة الله تعالى، بالإضافة إلى أروقة الحرم المكي الشريف. الأدوار العلوية المطلة على صحن المطاف والمطلة على الكعبة المشرفة هي أيضا تستوعب أعداد كبيرة جدا من المصلين، فبالتالي تم تهيئتها بشكل مناسب وبشكل كبير جدا. بعد صلاة عشاء هذا اليوم تم رفع السجاد لغسله وتطهيره وتعقيمه مع إطلالة فجر يوم غد بمشيئة الله تعالى سوف يتم فرش هذا السجاد واستعدادا لصلاة الجمعة غدا بمشيئة الله تعالى.